هل يذكر في التشهد الأول؟ نعم. يقول هل يذكر في التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل إيش؟ هل يذكر أو يذكر في التشهد الأول الصلاة على النبي أم يكتفي بالتشهد فقط؟ الجمهور على أنه يكتفي بالتشهد، وذهب بعض العلماء كالإمام الشافعي، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي به أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول.